وقلنا لما ارسم السايكل دي بقى على دخلت حاجه اسمها ايزنتروبيك بروسس، يبقى هنا دخل لي اوبشن جديد ازاي امثل الايزنتروبيك بروسس. ما اقدرش امثل الايزنتروبيك بروسس الا على تو اكسيز، واحد بيمثل التمبريتشر وواحد بيمثل الانتروبي. وكلمه ايزنتروبيك بروسس يعني اثناء البروسس الانتروبي تبقى ثابته. انا عندي في اول بروسس ايزوثيرمال اكسبانشن، ايزوثيرمال اكسبانشن ويزيد اديشن، يبقى هنا كيو على تي، تي ثابته، يبقى تي هنا اللي هي الهاي تمبريتشر، وادي كان عند واحد الانتروبي اس واحد وعند اثنين الانتروبي اس اثنين. والانتروبي زادت لان انا بدي حراره، لان الانتروبي دلتا اس عباره عن كيو على التمبريتشر، دي ثابته. وهنا دلتا اس من واحد لاثنين هي كيو من واحد لاثنين، ليها قيمه. هي ايه؟ ليها قيمه. فدلتا اس من واحد لاثنين هي كيو، اللي هي هتبقى كيو من واحد لاثنين اللي هي بتساوي كيو اتش على جي اتش. مش كده؟ تمام. ومن اثنين لثلاثه الانتروبي عند اثنين هي نفس الانتروبي عند ثلاثه، يبقى ده الايزوتروبيك بروسس. من 3 ل 4 انا بطرد حراره ات كونستنت تمبريتشر اللي هي جي ال، وبطرد حراره يعني معنى كده ان زي ما عملت هنا دلتا اس من 3 ل 4 هي عباره عن ايه؟ كيو ال بقى، يعني دلتا اس من 3 ل 4 هتساوي كيو ال على جي ال. مش كده؟ كيو ال على جي ال. وكيو ال هنا ايه؟ بطردهم. او اسف انا كيو ال ايه؟ بطردهم. مش كده؟ تبقى بالناقص. خلاص؟ يبقى الانتروبي هتقل، يبقى هنا زادت من واحد لاثنين الانتروبي، وهنا قلت من ثلاثه لاربعه، والدلتا اس من واحد لاثنين هي نفس دلتا اس من ثلاثه لاربعه. ليه؟ لان الاس واحد هي الاس اربعه. الاس واحد هي ايه؟ ده ايزنتروبيك بروسس. وتبقى الورك نت دي عرفت بتساوي ايه منين؟ لما رسمت الهيت انجن اهي، ده خارج الورك نت، وده هنا داخل كيو ال، كيو اتش جاي منين؟ من جي اتش، وهنا رايح فين؟ رايح لجي ال اللي هو تمبريتشر سبورت عشان يدي ايه؟ كيو ال. عايز تخليها كيو دوت كلها ودبليو دوت اوكي، يعني ريت اوف هيت اند ريت اوف ورك. مش كده؟ ومن الانرجي بالانس دايجرام ده اقدر اقول هنا ايه؟ ان الورك نت بتساوي ايه؟ بتساوي الورك نت بتساوي كيو اتش ناقص كيو ال على كيو اتش، عايز تسميها كيو ان ناقص كيو اوت على كيو ان، اوكي زي ما انت عايز. مش كده؟ كلها مسميات واحدة، ويبقى كده كأنه واحد ناقص كيو ال على كيو اتش. ومن كلام كارنوت ان كيو ال جي بتساوي ايه؟ كيو ال بتساوي ايه؟ ها؟ دلتا اس 3 ل 4 جي اف. يعني اقدر اشيل هنا كيو ال يعني بتساوي واحد ناقص ها؟ اشيل كيو ال واحط ايه؟ دلتا اس من 3 ل 4 في جي ال، في جي ال، وهنا دلتا اس من 1 ل 2 في جي اتش. دلتا اس من 3 ل 4 تساوي دلتا اس من 1 ل 2 كده، واحد يبقى واحد ناقص. كانه بيقول لي خلي بالك انا ماليش دعوه هو خد حراره قد ايه وانت حراره قد ايه، هو الهاي تمبريتشر ريزرفوار قيمته كام والليتون بريتشر ريزرفوار درجة حرارته، مش كده؟ وتبقى معتمدة على، وده بنقابله حتى في حياتنا العملية. أنت تحس بعربيتك في الشتاء بتسحب معاك أكتر من الصيف، لو العربية بنفس الكونديشن يعني. ليه؟ لأنه تي ال جي الإفشنسي دالت، وهتلاقي استهلاك الوقود قل في الشتاء أكتر من الصيف. ليه؟ لأن تي ال نقصت.
تي ال اي فالافشنسي ده الطبيعي يعني اوريدي في امباكت على استخدامك للعربيه ان استهلاكك للوقود في الشتاء اقل منه في الصيف عشان بس تي ال اي رغم ان تي اتش هي هي درجه حراره الكومبشن تشامبر هي نفس درجه الحراره اوكي ما اعرفش انت تحس بتحس بيها ولا لا لكن انا شخصيا بحس بيها وببقى فاهم ليه